جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. نحاول بقدر الإمكان فضيلة الشيخ صالح أن نجمع أطراف هذا الموضوع، هل من كلمة لأولياء الأمور حول هذا الموضوع أيضا؟ أولياء الأمور استرعاهم الله، أولياء أمور النساء استرعاهم الله عليهن. طيب، قال تعالى: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض. قال صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. طيب، والله استرعى أولياء أمور النساء عليهن في النظر في مصالحهن وفي تأديبهن وإلزامهن للآداب الشرعية، وكذلك استرعاهم الله عليهن باختيار الأزواج الأكفية لهن حسب الإمكان. طيب، وأن لا يجعل الفتاة التي تحت ولايته سلعة يتحكم فيها، إن كانت موظفة فإنه يؤخر زواجها من أجل أن يستغل وظيفتها، أو يؤخر زواجها من أجل المغالاة في مهرها والحصول على مهر أكبر، أو ما أشبه ذلك من العراقيل التي سدت أو كادت أن تسد طريق الزواج، أو ما يفعله بعض القبائل من تحجير النساء إلا على أشخاص معينين من قبيلتهم، فهذا ظلم للمرأة. المرأة تزوج من قبيلتها أو من غير قبيلتها. طيب، ولا تزوج إلا باختيارها ورضاها. طيب، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بمشورتها عند زواجها، لأنها هي طرف في القضية. نعم، فلا بد أن يؤخذ رأيها، إلا إذا كانت لا رأي لها أو كانت لا تعرف مصالحها، فولي أمرها ينظر في مصالحها. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.